يقول الحديث الوارد عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في سورة قل هو الله أحد، ما تمام هذا الحديث؟ سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، هذا الذي ورد عن النبي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن، يعني في الثواب والأجر بما تتضمنه هذه السورة من المعاني العظيمة، لأنها صفة الرحمن سبحانه وتعالى، فهي تعادل في الأجر ثلث القرآن، لأن القرآن ثلاثة أقسام: إما أخبار عن الله سبحانه وتعالى، وأخبار عن أمور الغيب، وأخبار عن الأمم السابقة مما ينفع الناس ويعظهم، وإما أحكام تشريعية في العبادات والمعاملات وبيان الحلال والحرام، وإما أخبار عن الله جل وعلا توحيده وأسمائه وصفاته. فسورة الإخلاص في هذا القسم، في الإخبار عن الله سبحانه وتعالى، فهي تعدل ثلث القرآن بهذا المعنى. نعم.